السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا من موقع الحرة عراق ونقرأ تقريرا بعنوان صندوق النقد يكرر دعواته لإصلاح الاقتصاد العراقي، خبراء يتحدثون عن العائق الأبرز. ادعى صندوق النقد الدولي العراق مرة أخرى إلى تقليل الاعتماد على النفط مصدر رئيس للدخل وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، وعلى الرغم من دعوات المنظمات المالية الدولية المتكررة، فإن الحكومات المتعاقبة منذ نحو عقدين في العراق لم تنجح في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع. وفي أثناء تقريره الجديد، طلب صندوق النقد الدولي من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات، بما في ذلك تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء، وتحديث القطاع المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وإصلاح مجالي التقاعد والكهرباء، والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة ومواجهة الفساد. توصيات صندوق النقد الدولي إنشائية وغير واقعية، مضيفا أن العراق لا يستطيع تنفيذها حتى في الأجل المتوسط من 5 إلى 7 سنوات. وقال الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن الشيخلي إن المناكفات السياسية والمحاصصة الطائفية والميول لدول مجاورة كلها تعيق تطوير الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسات الصناعية والزراعية بعد عام 2003 لم تعد قادرة على مواكبة تطورات العصر، ولا توجد إمكانية لإعادة تشغيلها بحسب ما ذكر الشيخلي. وتابع: لو كانت هناك إرادة سياسية موحدة ومستقلة يستطيع العراق إجراء الإصلاحات المطلوبة ابتداء من اليوم التالي. في فترة الحصار بعد احتلال الكويت كنا نصلح كل شيء بالإمكانات المحدودة، وفي عام 2023 فقط استهلك باب الرواتب والأجور 47 تريليون دينار عراقي، حوالي 33 مليار ونصف المليار دولار، دون إقليم كردستان العراق حسب ما قال المشهداني. وتقدر أرقام رسمية حجم الأموال التي دخلت العراق من عوائد العراق خلال العقدين الماضيين بأكثر من تريليون دولار. ومن موقع وكالة شفق نيوز نقرأ تقريرا بعنوان عجول أستراليا والبرازيل لم تحلها، أسعار اللحوم لم تنخفض على الرغم من وعود الحكومة العراقية. تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها غير المسبوق في العراق، حتى وصل سعر الكيلوغرام الواحد للحم الغنم إلى 22 ألف دينار، وهو ما يقارب 15 دولارا أمريكيا، وكذلك 18 ألف دينار أي نحو 12 دولارا للحم الأبقار. هذا على الرغم من إعلان وزارة الزراعة استيراد 25 ألف عجل في محاولة لخفض الأسعار. وبدأت اللحوم تغيب عن الموائد الرمضانية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لعدم قدرة المالية على شرائها، في وقت تشهد الأسواق المحلية غلاء ملحوظا في الأسعار مع حلول الشهر، كما هي الحال في كل عام، وسط دعوات بأن تنفذ الحكومة وعودها التي أطلقتها في المدة الأخيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بإجراءات رادعة. أسعار اللحوم ما تزال في ارتفاع رغم إعلان وزارة الزراعة دخول شحنات من المواشي من أستراليا والبرازيل وغيرهما، وأكدت خفض الأسعار قريبا، لكن حل رمضان والأسعار لم تتغير. أصحاب الدخل المحدود ليس لديهم القدرة على شراء اللحوم بهكذا أسعار، كما لا يمكنهم اللجوء إلى الدجاج والأسماك، فهي الأخرى ارتفعت أسعارها أيضا، وكذلك ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية بسبب جشع التجار. بدوره يعزو الخبير الاقتصادي عمر الحلبوسي في حديث لوكالة شفق نيوز، يعزو سبب الارتفاع إلى استمرار عمليات تهريب الأغنام نحو دول الجوار، فضلا عن غياب القانون الذي يردع التجار ويوفر سعرا عادلا للمستهلك.
رغم أن التجار يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي لغرض الاستيراد، وهو ما كان يجب أن يسهم في تخفيض الأسعار. لكن ما حدث هو العكس، فقد ارتفعت الأسعار بشكل جنوني مع شهر رمضان، كما أن اللحوم المستوردة لا تلاقي إقبالاً بسبب تخوف المواطن العراقي من مصدرها وطريقة حفظها أو نقلها وطريقة ذبحها، وهو ما يجعل اللحوم المستوردة لا تشكل فارقاً بسعر اللحوم في السوق العراقية. عن مغادرة عضو المحكمة الاتحادية، نشرت صحيفة العالم الجديد تقريراً ذكرت فيه أن مغادرة عضو المحكمة الاتحادية القاضي عبد الرحمن زيباري هو بداية لتصعيد قادم من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بارتي الحاكم في أربيل ضد بغداد وقرارات المحكمة الاتحادية التي يتهمها الحزب بسحب صلاحياته الإقليم كما يرى مراقبون، في حين نفى متخصصون أي أثر قانوني لذلك نظرا لوجود أعضاء احتياط يكملون النصاب إذا غادر أحد أعضاء المحكمة. حكومة كردستان ستعمل بكل وسائل الضغط السياسية الممكنة من أجل منع سحب صلاحياتها خاصة المالية والنفطية، منبها من غير المستبعد مقاطعة وزراء الديمقراطي الكردستاني لجلسات الحكومة وكذلك نواب الحزب لجلسات البرلمان. فخطوة انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري هي بداية التصعيد. وكان القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية عن إقليم كردستان أعلن يوم أمس الثلاثاء انسحابه من عضوية المحكمة. وبحسب مؤتمر صحفي فإن انسحابه جاء احتجاجاً على القرارات الصادرة. ويعاني موظفو إقليم كردستان منذ فترة طويلة من انقطاع رواتبهم أو اجتزائها بحجة عدم وصولها من المركز. ويأتي هذا القرار الذي يراه الحزب الحاكم في كردستان تقويضاً لصلاحيات الإقليم، يأتي لحل أزمة خرجت على إثرها عشرات التظاهرات والاحتجاجات من قبل الموظفين. ومن الناحية السياسية، انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية له تأثيرات وتداعيات، فهذا الأمر سيكون له تأثير في مصداقية القرارات التي تصدر من هذه المحكمة خلال المرحلة المقبلة. وتحت عنوان الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل تستطيع الحرب في غزة إسقاط جو بايدن؟ فقد ذكرت مجلة لوبوان الفرنسية أن الرئيس الأمريكي يدرك أن الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال على حماس تضعه في موقف صراع بين ضرورتين حاسمتين لإعادة انتخابه. وأضافت المجلة أن معضلة الرئيس الأمريكي تلخصها ليلى العبد الناشطة الديمقراطية من ميشيغان بجملة واحدة، وهي جو بايدن يمول القنابل التي تسقط على أقرباء العائلات التي تعيش هنا. ثقل التاريخ وتقاليد دعم إسرائيل وأهمية الجالية اليهودية في بلاده تجبر الرئيس الأمريكي على دعم الدولة العبرية في حربها الانتقامية ضد حماس، لكن الواجب الإنساني على كل فرد في مواجهة فقدان العديد من الأرواح البريئة، بل وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بمسؤول أمريكي يدعي الانتماء إلى حزب ديمقراطي تشكل حقوق الإنسان إحدى قيمه الأساسية، فعليه أن يفعل كل ما في وسعه لوقف المذبحة التي يتعرض لها المدنيون جراء الحرب في غزة. تقول لوبوان مشيرة إلى أن بايدن أعرب عن أمله في وقف إطلاق النار في شهر رمضان بدون جدوى إذ لم ينجح حتى الآن. تقول لوبوان إن تجربة إسقاط الطرود الغذائية من الجو أظهرت حدودها ومخاطرها، حيث أسفرت إحدى العمليات عن مقتل 5 أشخاص وعشرات الجرحى. ولكن حتى هذه الخطة الجريئة تثير الشكوك بين العاملين في المجال الإنساني على الأرض. ومضت لوبوان قائلة إن جو بايدن يعلم أنه يلعب ورقة إعادة انتخابه على قدرته على عدم التخلي عن إسرائيل من خلال الاستمرار في تزويدها بالأسلحة مع حماية المدنيين الفلسطينيين قدر الإمكان من هذه الأسلحة نفسها. وقبل كل شيء
من خلال السماح لهم البقاء على قيد الحياة. ومن صحيفة الأيام الفلسطينية نقرأ مقالا بعنوان اختصار غزة في المساعدات للكاتب هاني عوكل، ذكر فيه: تعتقد إسرائيل أنها يمكنها كسر صمود أو ثبات الفلسطينيين برفض إيقاف إطلاق النار وممارسة ضغوط بشأن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة أو السماح للقوافل الدخول بالقطارة وفتح النار على جموع المحتشدين لتلقي المساعدات. وهنا يضيف الكاتب: المشكلة أنها تفعل ذلك وتحارب كل المؤسسات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والطارئة بما فيها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم أونروا تحت مرأى ومسمع من كل دول العالم، التي لم تحرك ساكنا سوى بعض المحاولات الخجولة لإيصال المساعدات عبر جسور جوية. في كل الأحوال هذه طبخة محضرة سلفاً بين واشنطن وتل أبيب، بصرف النظر حول كل ما يقال عن تعمق الخلافات بين البلدين، إذ من غير المعقول لأقوى دولة في العالم أن تعتمد طريقاً آخر أصعب لوصول المساعدات، وكأنه لا يمكنها أن تقول لإسرائيل لا أو كفى. كذلك موضوع بناء ميناء عسكري في غزة يشي أن هذه الحرب طويلة، وأنه ليس هناك من أفق واضح بشأن وقف دائم لإطلاق النار. الإدانات والمناشدات وحدها لا تكفي، ولا أيضا استدعاء السفير الإسرائيلي أو تقديم رسائل احتجاج على قتل الفلسطينيين. المطلوب صحوة عربية ووقفة حقيقية وجادة لوقف هذه الحرب الكارثية التي استنزفت كثيرا من رصيد سكان غزة. ثم من غير المعقول اختصار نكبة غزة وحصرها فقط في المساعدات الإنسانية وتناسي العنوان الرئيسي المتصل بالحرب الدموية على الفلسطينيين. الأساس يتطلب وقف هذه الحرب وليس تجاهلها، والتركيز على المشكلة الثانوية التي تعد مهمة والمتمحورة في سياسة التجويع. نبقى الآن مشاهدينا مع وقفة قصيرة والرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. تناولت أسر فلسطينية في غزة طعام إفطار أول يوم من شهر رمضان المبارك على أنقاض منازل دمرتها سلطات الاحتلال في أثناء حربها على غزة، التي دخل الشهر السادس من دون النجاح في التوصل إلى اتفاق إيقاف إطلاق النار مع حلول الشهر المبارك. وبين الأطلال في مدينة رفح جنوبية غزة
افترشت عشرات الأسر الفلسطينية موائد الطعام على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها وسط هذه الحرب. وفي أثناء وقت الإفطار بدت على وجوه الصائمين علامات الحزن والأسى لفقدان منازلهم من جراء العدوان الصهيوني. الآن مشاهدينا الكرام فنتابع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هذه هي جامعة الإسراء التي فجرها الجيش الإسرائيلي بشكل هائل ومنظم في يناير من هذا العام. وجميع الجامعات الكبرى في قطاع غزة إما دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو دعت إلى حماية المؤسسات التعليمية والتي غالبا ما تكون بمثابة ملاجئ للسكان، وذكرت بأن استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية يشكل انتهاكا للقانون الدولي. أظهرت مقاطع فيديو وصور تأكد منها فريق بي بي سي عربي لتقصي الحقائق الدمار أو الأضرار التي لحقت بأكبر الجامعات في قطاع غزة، وذلك بعد العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في القطاع. من ضمن هذه المؤسسات التعليمية الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، وهي ثاني أكبر جامعة في القطاع. دققنا في الصور المتداولة للجامعة الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر دماراً كبيراً عند مقارنتها بصور الحرم الجامعي من عام 2020. الجيش الإسرائيلي فسر استهداف الجامعة الإسلامية على أنه بسبب استخدام حركة حماس لمبنى الجامعة ولمحيطها فوق الأرض وتحتها لعدة أغراض عسكرية، وزعم الجيش الإسرائيلي أن مبنى الجامعة يتم استخدامه لتطوير وصناعة الأسلحة ولتدريب أفراد المخابرات في الذراع العسكري لحركة حماس. سألنا حماس حول هذه المزاعم. جامعة الأزهر هي الأخرى تضررت بسبب القصف الإسرائيلي لغزة، وتقول التقارير إنه تم تدميرها لأول مرة في نفس تاريخ قصف الجامعة الإسلامية والتي تقع بقربها. ودمرت العديد من مباني الجامعة بما في ذلك مبنى كليات جامعة الأزهر في الجهة الجنوبية ومبنى العلوم المركزي ومبنى الكتيبة. الجيش الإسرائيلي قال إن في جامعة الأزهر تم العثور على طريق تحت الأرض من ساحة الجامعة إلى مدرسة تبعد عنها حوالي كيلومتر واحد. وكذلك زعم الجيش الإسرائيلي العثور على العديد من الأسلحة في الجامعة بما في ذلك عبوات ناسفة وأجزاء من صواريخ وقاذفات. حركة حماس ردت على اتهامات إسرائيل وقالت إن الحديث عن جامعة الأزهر باحتواء ساحتها على نفق يمتد إلى مدرسة يؤكد جميع الاتهامات الموجهة لإسرائيل بنيتها استهداف البنى التحتية التعليمية في قطاع غزة، وذلك تحت حجج واهية. نشر جندي إسرائيلي مقطع فيديو على حسابه على تيك توك والذي غير إعداداته لاحقاً ليكون خاصاً، وخلفه مباني جامعة الأزهر، وهو يقول للذين يتساءلون لماذا وتوقف التعليم في قطاع غزة أسقطنا صواريخ عليهم، إنه أمر سيء وبذلك لن تصبحوا مهندسين. طلبنا من الجيش الإسرائيلي التعليق على هذا الفيديو وما قاله الجندي، ولكن لم نحصل على أي رد. بالنسبة للطلاب فإن تدمير الجامعات أمر مروع. تحدثنا إلى أسامة معروف وهو طالب تمريض في السنة الأولى بجامعة الأزهر حول أثر تدمير الجامعات عليه وعلى حياته. كان حلمي وطموحي أخلص مهنة التمريض وأتخرج وأتوظف، ولكن الظروف ما سمحت وتم تدمير الأحلام من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قام بنسف وتدمير المبنى الجامعي. جامعة القدس المفتوحة وهي إحدى جامعات التعليم المفتوح ولها عدة فروع في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية. هناك 5 فروع للجامعة المفتوحة في قطاع غزة، ولكن يعتبر فرع غزة في الرمال هو أول فرع أنشأته الجامعة هناك. الجيش الإسرائيلي نشر هذه الصورة في نوفمبر 2023، وتظهر فيها دبابات عسكرية خارج مبنى جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة، ويمكن رؤية الأضرار التي لحقت بمبنى الجامعة مقارنة بصورة سابقة لنفس المبنى ولكن قبل 3 أشهر فقط.
هلا أبو دقة هي طالبة في جامعة الأقصى وكان من المفترض أن تتخرج هذا العام. كنا متعلقين بجامعاتنا وندرس وكنا مهيئين مستقبل يعني لقدام، يعني أنا كنت حابة أسافر حتى أكمل تعليمي برا، أقرأ ماجستير أخذ دكتوراه. في الوقت الحالي انتهت آمال وأحلام طلاب الجامعات والأكاديميين في قطاع غزة، ولكن يبقى سؤال مهم وهو مستقبل التعليم في غزة، هل يمكن إعادة بنائه من جديد؟ وبهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية في صدى الأقلام من الرافدين. تقبل